السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي هنشوف ازاي نعمل سيناريو او نعمل فيلم او نخلي فيه شخصيتين بيتكلموا في قلب سكراتش. طيب خلينا نقول له كرييت، وعندي شخصية بيحطها على طول اللي هي القطة، وعايزين نضيف شخصية تانية. طيب عندي هنا القطة، انا عايز اضيف شخصية تانية، فعندي اقتراح حاجات كتير قوي. ممكن اضيف شخصية من عندي من على الكمبيوتر، او ممكن اقول له انا عايز سربرايز، او عايز ان انا ارسمها، او عايز ان انا اختار شخصية. فخلينا نختار شخصية هتتكلم مع القطة. انتوا بقى اختاروا بقى، عايزين تخلوا دب، عايزين تخلوا كورة، اي شخصية انتوا عايزينها. وليكن مثلا انا هختار الفرخة، ليه مش عارف يعني. طيب انا القط ده مثلا واقف هنا، هنخلي الفرخة مثلا واقفة جنبيه، بس محتاجين ان احنا نعكسها على اساس ان هما يبدأوا يكلموا بعض مش متخاصمين ولا حاجة. الفرخة دي هحطها هنا مثلا، تمام، وعايز ان انا اقلبها. فاجي هنا في الدايركشن وممكن اقول له ايه، انا عايز تبقى ميرور، تقدر تلفها زي ما انت عايز. بالشكل دوت، فبقول الاتنين موجودين قصاد بعض، تمام. انا عايز بقى ايه، اول ما ابدا هقول له كنترول او ايفنت، هنبدا بايفنت، اقول له اول ما ابدا هنا. لاحظ ان انا هنا ببرمج للفرخه مش ببرمج للقطه ديت، تمام. طيب هنا هقول له ان هي عايزه تتكلم، تمام، ممكن اخليها تتحرك مجرد بس حرك كده ايه لزوم الصوره. ممكن اقول له ايه، خليها تقول كلمة، تمام، وممكن نخليها تفكر، وممكن نخليها تغير الشخصية بتاعتها. هي فيها كذا شخصية، لو انت دخلت جواها هتلاقي فيها كذا شخصية، فانا عايزها اوتوماتيك هي تتغير للشخصية دي. لو دخلت هنا هتلاقي ان فيها كذا صورة حسب بقى ما انت عايز. طيب القط بقى، اجي هنا بقى في القط وابدأ اخليه بقى يفكر هيعمل ايه مثلا هنا. وفي غلطة انا متعمدها، تمام، هنشوفها مع بعض. هنا هيقول هو كلمة معينة، تمام، وممكن اخليه يغير شخصية. الغلطة ايه، ان انا لو بدأت اشتغل هما الاتنين بيتكلموا في نفس الثانية، لا ده انا عايز ده مرة وده مرة، تمام. طب اتحكم في الموضوع ده ازاي؟ مجرد بس واحد فيهم يستنى ثانية واحدة، تمام. يبقى انا لما اشغل ده يقول هلو، وده يبدا ان هو يتكلم، تمام. هنا دي ظهرت لمده ثانيتين، يبقى انا اخليه يستنى ثانيتين. نشغل هلو هلو. ممكن بقى تغيرها على فكره، هو بيبقى العربي يعني، تقول له صباح الفل، تمام، شغل. طيب بعد كده ممكن اقول له بقى ايه، ان دي هتستنى لمدة ثانيتين، وبعد كده هتتكلم. هقول له بقى ايه، خليها تتكلم بقى كلمة تانية مثلا، كيف حالك، تمام، وبعد كده تتغير لحاجة تانية وهكذا. خلينا اهي هلو ثانيتين، وده بعد كده قال صباح الفل، وبعد كده هو يسكت وهتقول لك كيف حالك. فتقدر تعمل قصه وحوار بين اكتر من شخصيه. ممكن يكون عندك قصه مكتوبه مثلا على الورق، فتقدر ان انت تعملها فيلم كرتون، شخصيات بتتحرك. وبعد كده ممكن تعمل اكتر من مشهد، يعني انت ممكن عندي هنا الستيج ديت، تقدر تضيف ستيج واثنين وثلاثه زي ما انت عايز، تغير خلفيه. مثلا ممكن نختار مثلا حاجة زي كده، او خليها في الغابة كده بالشكل دوت. فيبقى كده هما ايه، اول ما تشغل يبدأوا ان هما ايه يتكلموا.